على موعد هالأسبوع مع الدورة الثامنة من منتدى الإعلام الاجتماعي العربي الأرب سوشيال ميديا فورم يلي بتستضيفه دولة الإمارات للمرة الأولى بدبي. وللحديث عن هذا الموضوع معنا بهالفقرة زينة عكاوي منظمة الحدث. زينة مساء الخير. مساء النور روني، ميرسي على استضافتي. ثانك يو. يا ميت أهلا. زينة، يعني المنتدى أنا سمعنا عنه من فترة ورح نرجع هيك نخبر المشاهدين شغلة بس بآخر اللقاء. خبرينا أنت عنه. أنا قلت إنه هو لأول مرة يقام بالإمارات. شو هيدا المنتدى ومين بنظمه؟ هيدا المنتدى العربي الثامن لوسائل التواصل الاجتماعي، أول مرة بيصير بالإمارات لأنه أنا سنة الماضي اشتركت معهم كمتحدثة بإيفنت افتراضي بسبب جائحة كورونا. أوكي. فحبيت كتير اللي صار بهالنهار كله والمعلومات اللي أخذناها نحن عن الخلفيات بوسائل التواصل الاجتماعي وخلفيات التكنولوجيا وغيرها، وحسيت أنه لأنه بفترة الكورونا كان في عنا نقص أو عطش تنعرف شو التغييرات اللي عم بتصير بالمنطقة العربية، قلت أنا ليه ما أخذ المنتدى الثامن للإمارات أعمله بدبي. فنظمناه صار لسبعة أشهر عم نشتغل عليه. رح يصير إن شاء الله ب 22 سبتمبر بالفي هوتيل بالحبطور سيتي بدبي من الساعة 9 للسبعة. وطبعا الإيفنت الأيديا منه يعني أنه نحن اليوم نجرب قد ما فينا نفرجي للناس شو الشغلات اللي تغيرت، شو الشغلات اللي زادت، كيف الإمارات اليوم ماشي لتوجه تكنولوجي حلو جدا من القطاعات الحكوميه وان كانت من القطاعات الخاصه. فهذا هو الباك جراوند، لانه طبعا رح يجمع متحدثين وخاضع من مختلف المجالات كمان لمناقشه كل التغييرات والتحديات والشغلات الاتجاهات الجديده اللي اليوم الدوله عم تمشي على اساسها. طيب زينة، خبرينا بس المشاهدين بهمهم يعرفوا هالسبع شهور شو صار فيهم، يعني اليوم شو عملتوا بهالسبع شهور التحضيرات وصولا الله راد لنهار الاربعاء. كيف حضرتوا؟ كيف اخترتوا المواضيع؟ لأنه بنعرف أنه يمكن من سبع شهور المواضيع تغيرت عن اليوم حتى كمان. مزبوط. لا هلا اللي صار انه طبعا نحن واجهنا شويه مشاكل لانه بتعرف الشركات كثير غيرت اليوم موظفينا، في ناس راحت في ناس جديده اجت، سو دلينا على فتره شهرين نجرب قد ما فينا نجيب الناس، يعني نجيب اسامي والكونتاكت تبع الناس الجديده اللي اجت بهالشركات هيدي. بنفس الوقت على اساسها قررنا نشوف ونعمل مثل ابحاث نشوف اليوم شو هي الشغلات اللي لازم نحكي فيها حسب المواضيع اللي عم بتصير بالمنطقه العربيه. سو اتجهنا على الشغلات اللي خاصة بكيف اليوم الشغلات سقطت بفترة الجائحة وشو الشغلات الجديدة اللي طلعت، كيف اليوم المنظمات الحكومية والدوائر الحكومية والخاصة تبنت التكنولوجيا وتبنت السوشيال ميديا اليوم تتقدر تشتغل على البزنس تبعها من بعد جائحة كورونا. شفنا انه كثير من الشركات تعذبت اليوم من بعد الجائحة كمان انها تأسس شغلات خاصة بالإي كوميرس والمنصات الرقمية وغيرها. ففتنا بهالمواضيع كلها تنقدر اليوم نفرجي الناس التغييرات اللي صارت. زائدا عن هيدا ما ننسى اليوم انه حتى الميديا اللي نحن بنشتغل فيها تغيرت من الشغلات التقليديه للشغلات التكنولوجيه، سو كمان رح نحكي عن هالموضوع كيف اليوم الانفلونسرز والمؤثرين اجوا ولعبوا دور كثير كبير بالاشغال كمان، كيف اثروا على السوق العام. فهذا هو الموضوع. هذا هو الجو يعني بشكل عام. هذا هو الجو بشكل عام. بس هون خلينا ذكرتك اكثر من مره موضوع الشركات، نحن شو بنقصد بالشركات؟ يعني شركات السوشيال ميديا المعروفة فيسبوك انستغرام، في شركات تانية خبرينا شوي عنها. ليك هلا كرمال فيسبوك انستغرام تيك توك هولي هيدول عندهم الريبريزنتيف تبعهم رح يكونوا معنا، ايه البلاتفورمز الاشخاص المتحدثين على اسمهم هن رح يكونوا. لانه الغريب كمان الغريب جدا بهذا الموضوع انه هول الشركات كمان بالاخص عم بيعملوا ريستراكشرنج جوا شركاتهم، ما بعرف ليش بس بعتقد في كثير شغلات تغيرت. هيدول واحد، بعدين عندنا قطاعات حكوميه دوائر سياحيه للفعاليات، عندنا شركات ميديكال يعني شغلات شركات طبية عفوا، وعندنا كمان شركات خاصة بقطاع الفنادق، قطاع السيارات، قطاع التكنولوجيا، قطاع الكمبيوترات، يعني كلها شركات كتير مرتبة وأسامي جدا مرموقة صراحة. أنا مبسوطة منه بس عم بصلي إنه كل شيء يصير مني ويمشي كل شيء حسب المتوقع. إن شاء الله كل هذا التعب أكيد ما بيروح ضيعان. زينة قبل ما نختم بس أنا حابب بلش بشغل بلشنا فيها وحابب أختم فيها اليوم. دولة الإمارات أداة
صارت يعني مصدر ومركز لهيك نوع من الفعاليات. نحن كلنا بانتظار الاكسبو وكلنا يعني كل سنه كنا ننطر اكثر من فعاليه ثابته لها علاقه بالاعلام والسوشيال ميديا. قد ايه برايك اليوم دوله الامارات صارت مركز لاستقطاب المواهب والشركات العالميه على ارضها؟ اول شيء بحب اقول انه دوله الامارات الله يخلي لنا اياها، لانه عن جد حتى بفتره جائحه كورونا ما وقفوا، يعني كل الدعايات والماركتنج اللي شفتها والشغل اللي عملوه تيقدروا اليوم يواكبوا كل التغييرات اللي رح تصير من بعد ما فتحت البلد يعني، وهلا عم يستقطبوا كل العالم. الحلو بدوله الامارات انها هيئت اليوم فاونديشنز واسس معينه بالدوله بفتره اكسبو انه يستقطبوا المستثمرين، يستقطبوا الشركات من برا الاجنبيه، يستقطبوا شركات التكنولوجيا كلها تفتح هون بالبلد، يقدروا اليوم يكونوا هن الوساطه والكونكشن مع دول العالم. فاليوم نحن بحاجه لهالفعاليات، اكسبو اليوم مستقطب فعاليات هائله، نحن اليوم كمان عم نحاول نعملها قبل اكسبو، لانه طبعا تعرف كل شيء محجوز من قبل بوقت، ونحن قررنا فيها من 7 اشهر. فالدوله اليوم عم تستقطب فعاليات رائعه، بعتقد كل العالم فيها تشوف شو عم بيصير، ومنحييهم على هالنشاط اللي هن عندهم اياه، وانا شايفه طبعا مستقبل كثير حلو للدوله اصلا من بعد هالفتره هيدي. قبل ما اختم زينه خليني اقول شغله للمشاهدين، هيدي هي هيك الجديد انه برنامج يلا سوشيال رح يكون معكم كل هيدا النهار. نعم. نهار الاربعاء. نعم. رح يكون عندنا حلقه نهار الخميس، يعني نحن رح نسجل. نعم. كل نهار الاربعاء كل فعاليات المنتدى يلي رح يصير، وبنعرض الحلقه اللي راد نهار الخميس، نحن كمان رح نكون موجودين معكم على الارض. بدي اتمنى لك كل التوفيق. انا لي الشرف، انا لي الشرف انه كنا انتم كمان معنا كشركاء اعلاميين، والله يعطيكم الف عافيه. ثانك يو سو ماتش على الدعم. شكرا. الموعد هو الاربعاء 22 سبتمبر بالفي اوتيل حبطور بدبي. شكرا كثير زينه. Merci, thank you, Ronnie.